النهارده عاملين لكم في بالهنا عيش عيش يعني نست بطاطس في لحمه مفرومه وبسله لطيف جدا، ومعاه سلطه جرجير بالكمثره والجبن. انتظرونا. اهلا بيكم في حلقه جديده من بالهنا. النهارده اخترنا لكم اكله لطيفه جدا ويحبوها الصغيرين قبل الكبار. عاملين بطاطس باللحمه المفرومه والبسله ومارينارا صوص، وعندنا شويه ثوم وبيضه ولبن ودقيق. المهم بقى هقول لكم الحكايه ايه. الحكايه ان انا هجيب بطاطسايه هسلقها، هدخلها الفريزر او الثلاجه، لو قعدت يومين حتى يبقى احلى، وبعدين ابشرها. انا هعمل حاجه زي الرشتي. الرشتي اللي هو البطاطس اللي احنا بنحمره بعد ما بنبشره، بندخله الفرن او على النار فوق، بيبقى رائع. ودي حاجه سويسريه اكتر حاجه، يعني السويسريين بياكلوها كتير قوي قوي في اوروبا. ومعصجه لحمه مفرومه، مش معصجه انا بس عملت لها براوننج عشان ما نوقفش كتير هنا اهو، فهي دي لحمه مفرومه هحط لها شويه ثوم، ودي البسله الفروزن والبيض والبقسماط، وطبعا ملح وفلفل وجوزه الطيب لو عايزين. وخلاص اول حاجه هعملها هجيب شويه زيت صغيرين جدا كده. فالحكايه دي بتبتدي كده اهو فوق، وفي الاخر بتتسوى في الفرن. ايه بتستوي دي؟ هي صح بتستوي، انا قلت صح. بس كده ناخد ده نقطة ثوم، هنزل فيها اللحمة المفرومة من غير بصل ولا اي حاجة. هي انا عملت لها البراونينج ده علشان ما نفضلش كتير نعمل الحاجات دي واحنا في الايه، في الحر الحرير ده. تعالي انت هنا ونقلب. بعد ما نوصل للحكايه دي المارينارا صوص، طبعا كلنا عارفين ايه هي المارينارا صوص. ثوم مع شويه زيت زيتون، اللي تحطوا شويه بيبرونشينو لو عايزين الفلفل الحراق، مع طماطم متقشره ومتقطعه تتسبك، تبقى هي دي المارينارا صوص. اوكي، زعتر لو عايزين تحطه في الاخر بتبقى لطيفه جدا. خلاص كده اهو، ونقوم جايين بالبسله بتاعتنا. انا احب دايما البسله اكتر من اي حاجه من اللحمه يعني. خلاص عظيم. كلام جميل، كلام معقول، ما نقدرش نقول اي حاجه عنه. صح صح. هنحط بقى الملح والفلفل. دايما الملح والفلفل او الملح بالذات نحطه اخر حاجه في اللحمه مش من الاول. وهحط عليها شويه جوزه الطيب. ونقلب كده. الحشوه بتاعتنا جاهزه. نقفل ده كده، خلاص مش محتاجين ده خالص. المارينارا عندنا جاهزة، البطاطس اللي انا قلت لكم عليها ازاي بتتعمل جاهزة، عندي هنا البيضة واللبن هقول لكم انا هعمل بيها ايه بقى في الاخر. هاجي هنا في الكب كيك، اكتر حاجة بتدينا كريسبينس حلوة للبطاطس دي هو الزيت، اكثر بصراحة من الزبدة. دلوقتي وانا بشتغل قررت ان انا هشتغل بزيت عشان الدنيا ايه، بيدلها قرمشة حلوة وتطلع لي بسهولة طبعا من الكب كيك بعد ما اعملها. وانا عندي هنا، ايوه تعالي لي يا بطة، اهي كده اهو، كأني يعني تقريبا بحمرها. وهتشوفوا انا هعمل ايه بعد كده بالبيض واللبن، هتفهموا. خلويس البطاطس مش هحط عليها اي حاجة، هستعمل ايديا. نلبس ده الحكايه سهله جدا جدا جدا، شويه كرييتيف تبقى حلوه جدا برضو في العزومات، خصوصا لو في اطفال في الحكايه. لما كل واحد بياخد حاجه على قده كده صغيره بيتبسوا قوي الاطفال والله، والكبار كمان. بدل ما الواحد يبقى بيعمل سيرفنج وبتاع، كل واحد ياخد حاجته وايه ويمشي. بس هنعمل كده
لو عايزين تقطعوا فيها حتت جبنه هتبقى رائعه كمان، يعني لو عندنا جبنه تشيدر حطيناها معاها هتبقى لطيفه لطيفه لطيفه. شايفين اهو العش اهو. اهو اول عش. السلطة اللي احنا هنعملها لكم بعد الاكلة دي من اكتر السلطات اللي ممكن الناس اساسا يجوا يتعشوا او يتغدوا عندنا السلطة دي وبس، مع حتة عيش يا سلام، يبقى مش عايزين حاجة اكتر من كده. فيها كم جبن رائع وفيها الفكرة السويتنس بتاعت الكمثرى. استنونا يعني في الجزء الثاني من الحلقه هتعجبكم جدا جدا السلطه دي، حتى الدريسنج بتاعها مختلف خالص. اهو شايفين العش اهو، مش لازم يبقى كله نفس الشكل. هرجع اقول لكم الزيت مهم. انا حاطه هنا الزبده الاوريجينال ريسيبي بتاعتها بزبده، بس انا عارفه ايه اللي هيحصل لها عشان انا بعملها دايما الرشت دي، حتى ما بحط لهاش زيت ساعات من غير حاجة خالص. خلاص كده حلو قوي. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ اللي هيحصل احنا نجيب معلقة ونبتدي نحشي. فين اهو نست اهو، يا سلام. اوكي عملنا الحركة دي كده، نقوم جايين كده اهو بالمعلقة الصغيرة ونحط هنا شوية صوص مارينارا على الكلام الجميل ده. ريحتها رائعة. والبيضة اللي هعمله فيها هي وال هعملها هنا اهو، احط هنا البيضه واللبن. هقول لكم انا هعمل بيهم ايه دلوقتي. شوكه، شويه فلفل، شويه لبن صغننين، بس عشان يدوني لون حلو على الادجز هعمل بيهم الادجز كده بالظبط كده اهو، عشان يطلع لي اللون احمر رائع في التقديمه، وبيديلها برضو كريسبينس حلوه. وادينا برضو بنزود ان واي الايه القيمه الغذائيه بتاعه الاكله. وخلاص وناخدها كده مع بعضيها الى بيلة وندخلها الفرن لمدة تقريبا نقول تلت ساعة مش أكتر من كده. وبكده أول جزء عندنا في الحلقة خلص. انتظرونا بقى مع السلطة الرائعة اللي أنا قلت لكم عليها. أشوفكم بعد الفاصل. أهلا بيكم في الجزء الثاني من الحلقة بتاعتنا بتاعة عيش البسلة واللحمة المفرومة. ودلوقتي هنعمل لكم السلطه الرائعه اللي قلت لكم عليها، اللي الدريسنج بتاعها شويه مختلف والانجريدينتس بتاعتها كمان مختلفه شويه. عندي هنا جرجير، ده الاساس بتاعها، جرجير وكمثرى. عندي جبنه فتا، جبنه موتزاريلا، وجبنه ريكوتا، وجبنه تشيدر، وعندي عصير برتقان وكاري وبابريكا وبشر برتقان وزعتر فريش وبقدونس. ففهمتوا بقى الحكايه عامله ازاي؟ زي ما انتم متعودين معايا دايما دايما ببتدي بالدريسنج قبل ما بحط الحاجات كلها. الدريسنج بتاعي النهارده هو عباره عن عصير البرتقال بدل عصير الليمون. عندي طبعا الملح مع شويه فلفل اسود مع ده بقى المختلف الكاري والبابريكا و ننزل شويه شويه زي ما قلنا التلت والتلتين. خلاص
كده احنا خلصنا الدريسنج، نبتدي بقى في الحاجات بتاعتنا. اول حاجه خلوني اقطع الكمثرى، انا بحب الحاجات بقشرها دايما، واحنا كمثرتنا المصري الخشابي دي رائعه على فكره، حلوه حلاوه، بس التعامل معاها بيبقى صعب شويه في التقشير والحاجات دي. اهو، بس انتوا بقى متخيلين يعني ايه الدريسنج اللي احنا عملناه بالبرتقال والكاري ده، حاجه خزعبليه كده. وهو ده بقى الحلو في برامج الطبخ، ان احنا مش بنجيب لكم الحاجات اللي احنا متعودين بقى عليها دايما خلاص، يعني احنا الملوخيه والرز والبسله والمكرونه بالبشاميل والبيتزا اللي الناس ما بيبطلوش سؤال، لو سمحتي عايزين نعرف بيتزا. خلاص يا جماعه غيروا وجربوا الاكلات الجديده وشوفوا الدنيا ازاي بقى ماشيه. وفكره تاني بقول لكم، الفاكهه اللي في السلطه بتدي فريشنس وبتدي طعامه غير طبيعيه. ولو تعرفوا ان الطماطم اساسها ايه، الطماطم فاكهه، احنا كلنا بنتعامل ان الطماطم خضار، لا الطماطم فاكهه، البذور الكتير فيها دي اهو. نعمل لنا واحده بس، كفايه واحده بس، ده كده مع الجرجير. اهو اوبس، وهيكون لي واحده واهو، دي شكلها مش بحبها، لحظة واحدة بس ننظف ونرجع لكم على طول. عندي هنا الجبنة الموتزاريلا، نقطعها كده، دي موتزاريلا، دي بوفولا اللي هي موتزاريلا بتاعت الجاموسي، طعمها بيبقى أحلى كتير من الموتزاريلا البقري، ودي برضو من الحاجات أو من الجبنات المعروفة جدا كده. شويه هي للاسف الجبنه عندي بتسيح على طول علشان الجو، مع جبنه دي والزعتر الفريش وبشر البرتقال، يديها نكهه غير طبيعيه في الجمال. والبقدونس، بصوا كم الخضرة، عمر ما الخضرة في حياتها بتقول لا أبدا. ده نسيت أحط دي في الأول، معلش في الأول وإحنا بنعمل الدريسنج عايزاكم تحطوا الجبنة الريكاتا مع البرتقال وبتاع. أنا آسفة، كنت كالعادة بسرعة 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 بعمل الحاجة، فمعلش، فأديني قلتها لكم، الريكاتا بتبقى مع البرتقال والزيت الزيتون واحنا بنعمل الدريسنج في الاول خالص، فبتبقى حاجه يعني ايه مختلفه حبتين. ونبتدي بقى ايه نقلب السلطه الرائعه دي، ومريحه تجنن، ومكونات مختلفه، وهو ده المطلوب ان احنا نختلف شويه، لما حد يجي لنا يبقى عندنا حاجه مختلفه، بس مش مختلفه بطريقه الناس ما تقدرش عليها، لا مختلف بطريقه طعمها حلو. انا شخصيا هاخد تيبل، انا بحب من على فيه كاننا حاطين عسل، لان عصير البرتقال عامل حاجه ريحه البرتقال تجنن كلها، حلوه قوي قوي كده. نجيب التونج بتاعنا ونبتدي نغرف سلطة الجرجير بالكمثرى وعصير البرتقال والكاري والجبن كلها اللي احنا حطيناها دي بقى. مش هسيب فيها نقطة. خلاص ده انا عامله زي ايه، مش عايزه اسيب ولا حته اهو. وبكده الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده خلصت، اللي هي كانت عباره عن ايه، كانت عباره عن زي ما اتفقنا ال
نست او عيش البطاطس اللي محشي لحمه مفرومه وبسله والسلطه الرائعه دي. ان شاء الله تعجبكم. اسيبكم بالف خير والف عافيه من بالهنا. We'll be right back.